مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال وبرنامج مصر وناسها، أهلا وسهلا بكم وأسعد الله نهاركم إن شاء الله جميعا. طبعا الحلقة اللي فاتت كانت أول حلقة من برنامج مصر وناسها، وكان لازم يبقى فيه أخطاء. طبعا إحنا يعني اشتغلنا بجد واجتهدنا علشان نطلع أول حلقة على قد ما نقدر تكون مرضية للجميع والمشاهدين طبعا، ولكن للأسف وقعنا في بعض الأخطاء وإن شاء الله هنتداركها في الحلقات القادمة. اتكلمنا في الحلقة السابقة عن دور الأحزاب في الشارع المصري وتواجدها، وطلعنا من الحلقة إن الأحزاب بتحاول تثبت وجودها في الشارع المصري وبتحاول تستعيد وجودها. اتكلمنا برضو على أن الأحزاب على الرغم إن المفروض يكون عملها سياسي لأنها بتجمع ما بين العمل السياسي والعمل الخدمي، والنهاردة إن شاء الله هنكمل حديثنا عن العمل المدني وعمل المؤسسات والجمعيات في الشارع المصري. معنا طبعا سيادة المستشار محمد مجدي صالح، أمين رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الوطن للتنمية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا النهاردة. الله يخليك. كمان معنا شباب طلاب في الثانوية، في الثانوية الفنية، هنتعرف عليهم النهاردة. معانا آية رجب، أهلا وسهلا بك يا آية. معانا يوسف حسني، أهلا وسهلا بك يوسف. ومعانا علي أحمد سيد، صح كده؟ أهلا وسهلا بك يا علي، نورتونا النهاردة ببرنامج مصر وناسها. الشباب طبعا هم عماد التقدم ومستقبل الدول، وبما أنهم اللبنة الأساسية التي يرتكز عليها طموح المجتمع ليحقق أهدافه، خصوصا وأن الشباب يملكون ما يكفي من الحماسة كي يجتازوا كل الصعاب، فالشباب يحملون قلوبا قوية لا يقف في وجهها اليأس أو الإحباط، بل هم مهيئون لأن يحملون رايات التطور والتقدم. ولأجل ذلك إحنا معانا نماذج مشرفة في البحث العلمي، مسابقة نظمتها مؤسسة مصر الوطن للتنمية، وهذه المسابقة فاز منها بعض الطلاب اللي هم موجودين معانا النهاردة. هنتعرف على رؤيتهم لمصر 2030 وكيف شاركوا في المسابقة، وهنتعرف على الأبحاث التي عملوها. طيب لما أجي أتكلم الأول عن آية. آية أنت شاركتي في مسابقة مصر 2030. أيوة. طب لما نيجي نتكلم عن البحث بتاعك آية، إزاي شاركتي فيه من الأول؟ من الأول مفيش، جات لي ميس اسمها ميس صفاء، هي ممكن نعلي صوتنا شوية؟ جات لي ميس اسمها ميس صفاء، هي جات لنا وعرفتنا ان في بحث عن رؤيه مصر 2030 بس. وحبيت ساعتها ان انا اشارك، ان انا شايفه ان هي حاجه كويسه وحاجه مشرفه ان انا اعملها، يعني عايزه اطور من البلد. طوري بمعنى ايه بقى يا ايه؟ هتعملي ايه؟ نفسك البلد توصل ازاي او يبقى شكلها ازاي؟ انا نفسي انها تتقدم في حاجات كتير قوي، واول حاجه تكون موجوده فيها الامن، الامن والامان. تمام. اعرف يوسف انت شاركت ازاي في البحث؟ هو نفس النظام برضو، ميس جات عرضت علينا الفكره، فانا حبيت ان انا اشارك في البحث وكده، ان انا اطلع باسم المدرسه وكده. تمام. بس وكانت فكره كويسه. البحث بتاعك بيتكلم عن ايه؟ طب هعرف برضو من علي الاول، معذره، اللي شاركت ازاي علي في عمل البحث؟ انا استاذه صفاء، يعني هي اختارتنا كلنا، فانا ايه كنت من اللي الاستاذه اختارتهم. ماشي. تمام. فايه بقى؟ انا بصراحه حبيت البحث عشان ايه؟ ايوه كنت شايف انت رؤيتك لما اجي اتكلم عن رؤيتكم عمل البحث نفسه، اتكلمت فيه عن ايه لرؤيه مصر 2030؟ انا رؤيتي ان احنا ايه لازم ان احنا كمان ايه عشان يعني عشان نطور من مصر ونخليها مناسبه ل 2030، وان هي تبقى زي مثلا اي دوله ثانيه، لازم نهتم مثلا بالتكنولوجيا اللي فيها، يعني التكنولوجيا لازم نحدثها اكتر واكتر. تمام. عايزه اعرف انتوا في حد ساعدكم في عمل البحث، ولا انتوا من نفسكم انتوا اللي رحتوا المكتبات عملتوا البحث، حد ساعدكم ولا انتوا اعتمدتوا على نفسكم؟ لا اعتمدنا على نفسنا. طب مفيش حد ساعدكم خالص؟ عملتوا ايه؟ احنا بدأنا نجمع شويه معلومات، وابتدينا نقرا في الكتب ونقرا من على النت. في حاجه شدتك وانت بتعمل البحث، يعني كتاب معين، بحث معمول قبل كده حبيت تاخد منه فكره كانت اصلا عندك حبيت تطبقها في البحث او ان انت تكتبها في البحث؟ لا، هو انا كنت حابب اضيف افكارها من عندي، يعني من ضمنها فكره انا شخصيا كنت عايز اقولها. طيب لما اجي اتكلم على يوسف، قول لي انت في حاجه شدتك لعمل البحث؟ طيب وانا مع الفكره من اولها، هي الفكره دخلت دماغي وحبيت ان انا اتعرف على
يعني ايه اللي بيدور في مصر وكده، وايه اللي هيبقى موجود بعد كده لحد 2030. فحبيت الفكره ودخلت وبحث عنها ودورت. اهم المحاور اللي بيحتوي عليها البحث بتاعك يا ايه بيتكلم عن ايه؟ اهم المحاور بتاعتها عن الصناعه. كلميني عملتيه ازاي؟ ايه اللي شدك ان انت تعملي عن الصناعه؟ انتوا نفس البحث كلكم بتتكلموا عن الصناعه ولا لا؟ هو يعني انا البحث بتاعي كل حاجه كتير مختلفه. انا بتاعي كان عن الصناعه. تمام. قولي لي ايه، احنا خلينا كده، انت شايفه البلد فيها صناعه كتير؟ يعني احنا، انت شايفه ان احنا دوله منتجه ولا دوله مستهلكه؟ لا مستهلكه. ليه؟ مستهلكه اكتر من هي منتجه بحاجات كتيره. طيب استاذ محمد، عايزه اعرف ازاي مؤسسه مصر الوطن للتنميه نظمت المسابقه، واشمعنى طلاب الثانويه الفنيه اللي انتوا اخترتوهم للمسابقه؟ انا عايز بس اوضح لحضرتك حاجه. هو جرت العاده ان المؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاهليه بتعتمد على جزئيه معينه اللي هي المساعدات الخدميه او المساعدات الانسانيه للغير قادرين او للمحتاجين. وده طبعا اختلف تماما في الفتره الاخيره، لان المؤسسات المجتمع المدني اتجهت ان يكون عاملها الاساسي، يكون العامل الاساسي ليها هو تنميه الانسان، وتنميه الانسان مش هتكون غير من خلال الشباب. الشباب هم امل مصر، هم المستقبل. فبالتالي الشباب دول لازم يكون ليهم رؤيه. لما اخترنا التعليم عشان نكون معظم نشاطاتنا او شغلنا من خلال التربيه والتعليم، اخترناه علشان التعليم هو اللي بيبني الامم، والشباب هم اللي بيبنوا الامم. فالشباب مع التعليم هنقدر نبني امه تقدر عند الناس. كان اختيار حضرتك لطلبة الثانوية الفنية بالذات ليه؟ هوضح لحضرتك. التعليم يمكن الفني يمكن عشان عندهم ابتكار ان هم دايما لا لا لا. هوضح لحضرتك. التعليم الفني في مصر تعليم مش واخد حقه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان التعليم الفني كمنظومة لو تم الاهتمام بيها بالشكل اللازم هتدفع مصر للارتقاء، لان التعليم الفني فيه جزئية معينة اللي هي بتخضع للتخصص. ان انا هخلي التعليم الفني بوابة كبيرة جدا للدخول لكلية هندسة، للدخول لكليات تانية. لو انا اهتميت بيها هوصل هو الناس دول. هو لازم اللي يدخل الثانوي الفني يكون مجموع قليل زي ما احنا معتقدين ولا لا؟ لا بالعكس، ده في طبعاً ناس بتجيب مجاميع تدخلها. دي نظرة المجتمع بقى. دي نظرة المجتمع اللي انا بكلم حضرتك عليها، ان نظرة المجتمع ان انا اربط تمام الضعف المستوى الطالب بالتحقق بالتعليم الفني. لا، انا ممكن طالب يكون جاي. طب ما انا هنا لازم اسال اللي معانا برضو، الطلبه اللي معانا، انتوا دخلتوا عن اقتناع انتوا عايزين تدخلوا الثانويه الفنيه، ولا انتوا والمجموع هو اللي اجبركم على دخولها؟ لا احنا كلنا جايبين مجموع عالي، بس احنا عشان كنا عايزين نخش كليه هندسه فقلنا اللي احنا نخش مدرسه لسه فاتحه جديد وفي نفس الوقت تاخدوا الطريق الصحيح للكليه. صح كده. عامه مدرستنا مش بتاخد من مجاميع قليله، بس يعني احنا على حسب ما احنا كنا داخلين ثانوي عام كانت بتبقى من 205. انا ما اتعرفتش انتوا في سنه كام؟ انتوا سنه كام؟ سنه ثانيه. كلكم في سنه ثانيه؟ مدرسه ايه؟ انا جلال فهمي. الثانويه الفنيه المتقدمه. الثانويه الفنيه المتقدمه. وانت ايه؟ يوسف. الثانويه الفنيه المتقدمه. تمام. لما اجي اتكلم عن حلمكم كشباب، نفسكم مصر توصل لايه؟ انا نفسي يعني نفسي مصر تكون ايه؟ كلها بتشتغل ايه؟ بالعنصر الالي، يعني ما بتشتغلش بالعنصر. يبقى عندنا تكنولوجيا. ايوه، التكنولوجيا تبقى عاليه جدا متطوره. تمام. نشتغل بالروبوت يعني تقصد، ولا نشتغل ازاي؟ تقصد ان يبقى في مصانع؟ انا كنت عاوز اعمل يعني المشروع ده، بس للاسف ما كانش عندي الامكانيات المتوفره. بالفعل يعني كنت عاوز اعمله. تمام. وانت يا يوسف؟ طيب وانا عايز يعني يبقى في تقدم في كل حاجه، ما يبقاش في بطاله، يبقى في فرص عمل للشباب، يعني تبقى متوفره من كل حاجه، يعني ان احنا ما نركزش على حاجه معينه بس. تمام. وانت ايه؟ التعليم. عايزه في تطور في التعليم. انت شايفه التعليم على المستوى نقول يعني النجاح، او ان هو متطور ولا لا؟ هو محتاج لمزيد من التطوير. هو محتاج. محتاج كتير. طب ايه اللي مش عاجبك برضو؟ ايه؟ لا هو التعليم في يعني مش كله بصراحه، مش كله بيتعامل بنفس المعامله. يعني معلش، اللي في الحقوق يعني اللي في خاصه غير اللي في هنا غير اللي هنا. ازاي؟ مش فاهمه. في عنصريه في التعامل؟ بمعنى ايه برضو؟ انا مش فاهمه. بمعنى مثلا المدارس على الاقل يعني كفايه منظرها، المدارس الحكوميه، خش كده اي مدرسه حكوميه يبقى في كثافه في الفصول تقصدي؟ ايوه.
طيب ايه تاني؟ هو اللي انا عايز اوضحه بدون قطع كلامهم ان احنا بنطالب بمزيد من الدعم. لا ما احنا نتكلم مع بمزيد حضرتك من الدعم. عن التعليم. لا ما انا هتكلم مع رؤيه حضرتك برضو. ما انا هوضح لحضرتك حاجه لان هم كل ارائهم منصبه لجزئيه معينه. هم حابين التعليم الفني وداخلينه بارادتهم الكامله ان هم عايزين يعملوا حاجه لبلدهم، عايزين يقدموا شيء لانفسهم ولبلدهم. تمام، اللي بيطالبوا بيه هو مزيد من الرعايه. تمام، لمدارسهم، للمدارس الفنيه احنا بنطالب بمزيد من الرعايه والدعم. ودي هعتبرها رساله برضو والدعم. لوزاره التربيه والتعليم. لا يا فندم، الرساله للقياده السياسيه مش لوزاره التربيه والتعليم بس، الرساله للقياده السياسيه ان احنا عايزين مزيد من الدعم للتعليم الفني، للتعليم الفني وطلبه التعليم الفني، لانهم بايديهم يقدموا كتير قوي لبلدهم. التعليم الفني مستقبل مصر. مستقبل مصر. استاذ محمد احنا معانا تقرير هنطلع نشوفه ونرجع ليكم تاني، استنونا. رجعنا لكم مشاهدي برنامج مصر وناسها. اتكلمنا عن ان التعليم في مصر بيحتاج لمزيد من التطور وخاصه التعليم الفني. طيب لما اجي اتكلم مع استاذ محمد، رؤيه حضرتك للتعليم في مصر عموما محتاج ايه؟ هو زي ما حضرتك قلت، عشان انت اتكلمتي الاول عن التعليم الفني وبعد كده قلنا التعليم بصفه عامه. لا، هو التعليم بصفه عامه في مصر التجربه الجديده وسياده الوزير طارق شوقي واللي هو بيعمله شيء جيد جدا، لكن كنا نأمل ان هو على مستوى الثانوي العام او مستوى التعليم ان التعليم ما يطبقش من سنه دراسيه معينه من اولى ثانوي. التعليم بالنظام القائم دلوقتي اللي هو نظام التابلت والتعليم اونلاين كان لازم يتم التدريب عليه من سنوات سابقه. بعض المدارس يا استاذ محمد اصلا بعد ما اتطبق فيها نظام التابلت اتلغى تاني. بص يا فندم، هو النظام لغايه دلوقتي قائم، النظام ما اتلغاش، ولكن انت شايفه كنظام لكن هو يعني كنظام نسبه نجاحه كام او هو اصلا ناجح طبعا ولا لا؟ الى الان الى الان رغم ان هو نظام جيد جدا لكن كان لازم يطبق من سنوات دراسيه سابقه للمرحله الثانويه. ما ينفعش ابدا مع الطالب المرحله الثانويه هذا النظام، لازم ابدا من مراحل سابقه لدون عشان اقدر احقق شيء على الارض. من اعدادي او من ابتدائي او ابتدائي مثلاً. انا لو هبدا من سنه رابعه ابتدائي. هم على فكره الولاد اتكلموا ان في مشاكل في التعليم الاساسي اللي هو التعليم الحكومي، وان بيبقى في عنصريه في التعامل ما بين التعليم الخاص والحكومي والانترناشونال. طب انا هوضح لحضرتك حاجه، معلش عشان انا عندي اعتراض على جزئيه. معلش، المدارس الحكومية للآن ما فيهاش أصلا تليفون، إيه رأي حضرتك؟ هستأذن حضرتك في حاجة، أنا ليه اعتراض على الجزئية بتاعته. إن في عنصرية في التعليم الخاص والتعليم الحكومي. أنا شايف إن التعليم الحكومي يفوق التعليم الخاص بكتير، بدليل إن جميع أوائل الجمهورية تمام على جميع المستويات التعليمية بيكونوا من المدارس الحكومية مش من المدارس الخاصة. المدارس الخاصة تمام مدارس خاضع ليها ناس تانية، ناس تانية. مش شرط ان انا دلوقتي يكون التعليم في المدارس الحكومية سيء عشان اقول ان التعليم الخاص طب برضو جيد. ما هو لا، هو التعليم على مستوى يعني مصر فيه قصور. على مستوى مصر سواء خاص او او حكومي او تجريبي. لكن بصفة عامة، بصفة عامة ما فيش تمييز ما بين التعليم الخاص والتعليم الحكومي من جهة الوزارة. وجهة نظر تحترم برضو يا استاذ محمد. طبعا تعودنا دايما ان مؤسسات المجتمع المدني بتعمل عن طريق المساعدات وتوفير احتياجات المواطنين الغير قادرين. طيب انتوا ليه اخترتوا طريق مختلف للعمل العام وهو طريق البحث العلمي وان انتوا تكرموا وتعملوا مسابقه للطلاب؟
هقول لحضرتك حاجة، الموضوع مش دي المسابقة الأولى، تمام؟ احنا شغلنا اشتغلنا في جزئية إعادة تفعيل الحكم الذاتي، وبالفعل كان بمعاونة رئاسة مجلس الوزراء، وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم واتحاد طلاب الجمهورية. بروتوكولات ولا كان تعاون فقط؟ لا ده بروتوكول تعاون، بروتوكول تعاون للتطبيق على 22 إدارة تعليمية على مستوى محافظة الجيزة كبداية، والمشروع هيتعمم اللي هو إعادة تفعيل الحكم الذاتي. الحكم الذاتي يعني القيادة تكون للطلاب. الحكم الذاتي مشروع مش وليد فكر مؤسسة مصر الوطن، مشروع الحكم الذاتي مشروع بيطبق منذ الستينات، لكن توقف من فترة تجاوزت 20 سنة لأسباب غير معروفة. موضوع الحكم الذاتي أن أنا بشرك الطالب في إدارة المدرسة، وذلك بالتناوب. بمعنى ايه؟ من برضو عايزه افهم يعني تشركوا ازاي، هتمسكوا الاداره في المدرسه ولا ازاي؟ يا فندم الحكم الذاتي ان بيكون الطلاب بيمسكوا الغياب، بيمسكوا المكتبه، بيمسكوا الادارات المختلفه الموجوده داخل المدرسه. علشان انتوا عملتوا حاجه زي كده؟ يا فندم اتعمل حاجه زي كده، وبالفعل اتطبقت في مدارس الشيخ زايد ومدارس 6 اكتوبر ومدارس شمال الجيزه والبدرشين. تمام. لما اجي اتكلم عن عمل المؤسسه، مده العمل المؤسسه وايه اللي قدمته المؤسسه للوطن؟ احنا تقريبا بقى لنا حوالي 3 سنين وشهرين. 3 سنين وشهرين. 3 سنين وشهرين. اشمعنى البحث العلمي اللي اخترتوا تعملوا فيه مسابقه للطلاب؟ يعني عن رؤيه مصر 2030 قصدي حضرتك. تمام. رؤيه مصر 2030، وده اللي لازم الناس تعرفه، انا عشان اخلي الناس تعرف ايه اللي بيتم في البلد، ايه المشروعات اللي بتتم، تمام، هيلجأ ليه غير للبحث. لو الطالب دلوقتي قاعد في البيت وبيتقال له ان في مشروعات بتتعمل، هيعرف منين ده صدق ولا كده؟ هيعرف منين ده تأثيره ايه على حياته؟ لازم يكون في بحث، لازم يكون في تنمية نشء. انا عشان انمي النشء لازم اخليهم يحاولوا يبحثوا، يدوروا، يوصلوا لايه هو اللي ممكن يكون بيتعمل لبلدهم، وايه اللي هم ممكن يقدموه لبلدهم. اصل اقول لحضرتك حاجه، الموضوع كله علاقه تبادليه. ما فيش حاجه اسمها ان انا دلوقتي هقدم لبلدي وبلدي ما بتقدمليش شيء. لا، اكيد بلدي بتقدم لي شيء، لازم اعرف ايه هو الشيء دون عشان اعرف انا اقدر اقدم ايه لبلدي. طيب لما اجي اتكلم برضو على اي اساس تم اختيار الابحاث التي فازت بالمسابقه اللي المؤسسه عاملاها، الاختيار تم على ايه؟ بس حضرتك تجاوبني معذره على السؤال ده، انا معايا مداخله تلفونيه من علاء عصام امين اعلام شباب حزب التجمع. اهلا وسهلا يا استاذ علاء. الخط فصل. طيب معذره يا استاذ علاء، وحاول تتصل بينا مره تانية. على اي اساس بقى تم اختيار ابحاث الطلاب؟ ابحاث الطلاب كان اختيارها وورودها لينا من خلال ادارات المدرسه. ادارات المدارس، اداره 6 اكتوبر التعليميه. كان في بيتم عمل مراجعه للابحاث وعلى اساسها بيتم اختيار البحث الاكثر تميزا؟ انا هقول لحضرتك حاجه، احنا تشجيعا للطلبه وكل المجموعه اللي شاركت في البحث العلمي كلها بالكامل، الابحاث بجد اللي متقدمه لنا كلها رسائل دكتوراه، مش ابحاث من طلبه ثانوي. هو احنا للاسف فعلا انا في بعض الابحاث انا كنت مفكراها رسائل ماجستير، ابحاث يعني قمه في التميز، قمه في الدقه، الولاد عاملينها بشكل ممتاز، في بعض المحاور عاملينها بطريقه جميله جدا، احنا للاسف يعني الابحاث بس ما دخلوش بيها، لكن بجد كانت ابحاث ممتازه. الاتصال رجع مره ثانيه. استاذ علاء اتفضل. استاذ علاء عصام امين اعلام شباب حزب التجمع. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ علاء، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. منورنا باتصالك في برنامج مصر وناسها. ده شرف ليا والله. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. استاذ علي، احنا بنتكلم عن رؤيه مصر 2030، والولاد اللي معايا تم اختيار ابحاثهم على اساس ان الابحاث اكثر تميزا في رؤيه مصر 2030. استاذ علي، طبعا حضرتك احد القيادات الشابه بحزب التجمع. طيب حضرتك شايف مرحله البناء الحاليه التي تمر بها مصر شكلها ازاي يا فندم؟ والحقيقه احنا سعداء بهؤلاء الشباب والاطفال، الحقيقه مبتكرين رغم صعوبه البحث العلمي في مصر وصعوبه عمليه الابتكار، لكن الحقيقه هم بيقدروا يفاجئونا طول الوقت. الحقيقه خطه مصر 2030 واضحه جدا لكل الناس، الرئيس بدا بمشروعات
البنية التحتية والبنية التكنولوجية عشان خاطر يبقى عندنا صناعة قوية وزراعة قوية فيما بعد، ونقدر ننقل المنتجات بين المحافظات المختلفة. الحقيقة الرئيس بدأ بشبكة طرق عملاقة، استاذ الرئيس علاء أيضا معذره هقطع كلام حضرتك، احنا تمام، احنا شايفين ان مصر فيها مشاريع، احنا مش بننكر ذلك يعني، بالعكس في بنيه تحتيه وفي بناء مجتمعي ممتاز، ولكن كان الاهم الاولى ان انا ابني اولادنا، ان احنا نبني يعني الانسان في التعليم. هم الولاد اصلا اتكلموا ان التعليم يفتقد لكثير من التطور، واتكلموا ان في تميز ما بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص، ولا المفروض ان يبقى حتى على الاقل في توازن ما بين البناء المجتمعي وبناء الانسان. والحقيقه يعني خطه تطوير التعليم وتحديث التعليم انطلقت من خلال الخطه الطموحه اللي اعلن عنها طارق شوقي وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي، والحقيقه دي مش هتاخد اقل من 10 ل 15 سنه، لان عمليه تطوير التعليم محتاجه ميزانيه كبيره جدا ومحتاجه 10 15 سنه يا فندم عشان اوصل لمرحله التطوير في التعليم. هو انا معايا قناه الصحه والجمال برضه يا فندم؟ ايوه يا فندم. ايوه والله. انا محتاج 10 ل 15 سنه لسبب، لان انا محتاج مش اقل من 100 مليار جنيه لبناء مدارس وبناء معامل وبناء معامل كمبيوتر وبناء مراكز بحث علمي، هو ده اللي بيقوم عليه التعليم في العالم كله. فانا عشان اقدر اوفر الميزانيه ديت مش هوفرها في سنه او في سنتين، لازم انتهي من المشروعات الصناعيه اللي الدوله بتعلن عنها دلوقتي ومشروعات المليون فدان، ولازم انتهي من كل ده عشان يبقى عندي في الميزانيه إمكانية إن أنا أعمل تعليم قوي وصحة جيدة. أعتقد إن هناك حلول أخرى لازم إن إحنا يعني ننتقل ليها، وهي إن يبقى في عدالة في فرض الضرائب. أعتقد إن فرض ضرائب تصاعدية، وإن يبقى في أيضا تفكير خارج الصندوق في إطار عمل اعتماد على المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر. كل ده ممكن يعني يضر دخل جيد للميزانية العامة، ويبقى في توازن في المجتمع ما بين بناء المجتمعات او البناء العمراني وبناء الانسان. استاذ علاء عصام معذره انا هقطع اتصالك علشان ضيق الوقت، اشكرك جدا يا فندم. استاذ علاء عصام امين اعلام شباب حزب التجمع، اسعدتنا باتصالك يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا لما اجي اكمل حديثي عن المؤسسه، انا كنت سالت حضرتك على اي اساس تم اختيار ابحاثهم. تم اختيار ابحاثهم يا فندم من خلال الاداره التعليميه التابعين ليها، وبناء عليه تم تسليمها لاداره المؤسسه وتم فرزها، وبالتالي تم بمجرد انها وصلت لنا تم فرزها وتم مراجعتها. وبالفعل كل الابحاث اللي جات لينا زي ما قلت لحضرتك لا تقل عن انها تكون رسائل دكتوراه مش حقيقي. ماجستير. تمام. فبالتالي احنا بالفعل كل من قدم او كل من شارك في البحث سيتم تكريمه. تمام. لانهم كلهم بجد بذلوا مجهود يحتاج بجد ان هم يكرموا من اجله. طب يا فندم حضرتك كيف ترى رؤية مؤسسات المجتمع المدني في الارتقاء بأحوال المواطن خلال السنوات الماضية والقادمة أيضا؟ يعني السنوات الماضية كانت هو تعقيبا ازاي؟ على كلام حضرتك وتعقيبا على كلام الأستاذ اللي اتصل، في حاجة معينة اللي هي بناء الفرق ما بين بناء الإنسان وبناء المجتمع، هما لا ينفصلان. يعني أنا ما ينفعش أقول كان أهم من إن أعمل كذا أعمل كذا، لا، الأولويات. هو برضو قال إن الأفضل إن إحنا يعني نرجع لحلول يبقى فيها توازن. حلول فيها توازن، بس ما ينفعش يا فندم إن أنا أقول إن خطة تطوير التعليم تستدعي 15 سنة، معناها إن أنا بقتل الأجيال اللي موجودة. معناها إن أنا بنهي الأجيال اللي موجودة وبقول إن الأجيال دي مش من حقها تعيش عشان اللي بعد كده يعيش. ما فيش مرحلة بناء بتبنى كده، وما فيش دول في العالم بتبنى بهذا الشكل. مرحلة البناء لازم تكون على محاور متوازية، في نفس الوقت اللي بعمل فيه كذا ببني الدولة لازم أكون ببني البلد، ببني الفرد، وده اللي حاصل. لكن لما أنا قلت لحضرتك قبل كده وبكررها تاني ان في قصور في الاداء الحكومي لا يرقى لمستوى الاداء القياده السياسيه. طيب. ان مستوى الاداء الحكومي القياده السياسيه بتجري. طب لما اجي اضع حلول استاذن حضرتك، انا عايز اضع بس حلول عشان انا ما قداميش وقت كتير، انا يعني اوشكنا على الانتهاء في الفقره. تمام.
الحلول يا فندم، الحلول ان لازم يكون في محاور متوازيه، لازم الحكومه تشد ازر القياده السياسيه، لازم يكونوا ماشيين على نفس النهج. لو القياده السياسيه بتبني بلد، من حق على الحكومه انها تساعد في بناء الانسان، في بناء الانسان، لان الاثنين لا ينفصلان. تمام. احنا معانا شهادات تقدير من مؤسسه مصر الوطن للتنميه، تكريم للطلاب الذين تم اختيار ابحاثهم في المسابقة. تمام؟ تمام. طيب احنا هنسلمها دلوقتي. دول اللي حاضرين. ايوه احنا معانا كمان ناس ان شاء الله هنحاول نستضيفها الحلقة القادمة بإذن الله. ان شاء الله. وهنسلموا شهادة التقدير. آية، ألف مبروك لحضرتك آية. يوسف حسني، ألف مبروك يوسف. وعلي أحمد، ألف مبروك يا علي. وان شاء الله كده مزيد من التوفيق والنجاح باذن الله. بس قبل ما اختم معاكم، انا عايزه كل واحد، انت شايفه بلدك شكلها ازاي وعايزه تقدمي ايه لمصر؟ يعني نفسك تعملي ايه؟ نفسك تكوني ايه؟ انا بس اطلع مهندس. مهندس، كلكم عايزين تطلعوا مهندس. ايوه. في مشاريع حابين تعملوها في البلد؟ في حاجات نفسكم تبقى موجوده في البلد؟ لا كمشاريع لا، بس في حاجات احنا يعني عايزينها تمشي من البلد، متبقاش موجودة في البلد. زي ايه؟ يعني مثلا حاجات كتيرة، الولاد يعني الشباب اللي ما عندهمش فرص عمل ولا بيشتغلوا، مع ذلك قاعدين في الشوارع. طيب علشان انا اقضي على البطاله في البلد، اعمل ايه؟ انت شايفه من وجهه نظرك المفروض الدوله تعمل ايه علشان ما يبقاش في بطاله في البلد، او حتى اقل من نسبه البطاله في البلد؟ المفروض انها يعني توفر لهم فرص عمل، دي حاجه. وحتى في ناس لو ما توفر لهم فرص عمل مش هيشتغل، هو ده بقى خلاص طبع فيهم. لا مش عايزين نشتغل، احنا عايزين وظايف حقوقيه. هي عايزه تقول ان في قصور برضو من ناحيه المواطن، ان المواطن في بعض الناس ممكن توفر لهم فرص عمل لكن هم بيرفضوها. ايوه. طيب تمام، انا بشكركم، انتوا نورتونا. وبتمنى لكم مزيد من النجاح والتوفيق باذن الله، وان شاء الله تقدموا حاجات كويسه جدا لمصر ومصر تسعد بيكم. نورتونا النهارده في برنامج مصر وناسها. اشكرك استاذ محمد، رئيس مجلس امناء مصر الوطن للتنميه فندم، وامين حزب الحريه المصري بالشيخ زايد، نورتنا النهارده. وان شاء الله نلتقي في الحلقه القادمه، وكل حلقه باذن الله اسعدتوني النهارده في فقره الاولى من برنامج مصر وناسها. ومزيد من النجاح والتوفيق باذن الله. مشاهدينا مشاهدي برنامج مصر وناسها، فاصل وهنرجع لكم تاني، استنونا.